ما زلنا في مواكبة معكم الأخبار الجهات، حيث يشرف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين طبوب اليوم بالعاصمة على جلسة عمل نقابية يحضرها كافة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالكاف، مخصصة لدراسة واقع القطاع الخاص في الولاية وفق مراسل نسمة بالجهة. وفي نفس السياق أكد إبراهيم القاسمي الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بالكاف أنه باش يتم مناقشة الوضعية الصعبة للمصانع المنتصبة بالجهة على غير معملي الكابل وشركة اسمنت أم الكليل السيوك. والجلسة هذه تجي بعد تجاوز الإشكاليات القائمة مؤقتا بمصنعي كافتكس والسلفات اللي عندهم طاقة تشغيلية هامة.